يقول سماحة الشيخ: الذين يستغيثون بالقبور ويذبحون وينذرون لها وهم يجهلون أحكام الشرع، هل يعذرون بجهلهم؟ يا أخي، هؤلاء يسمعون القرآن، يسمعون القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، نهى الله عن الشرك، والشرك هو عبادة غير الله من القبور أو الأضرحة أو غيرها. يقرؤون قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقرؤون قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقرأ هذه الآيات ويسمعها، فلماذا لا يسأل وش معنى الشرك حتى يتجنبه؟ أما أنه يقول أنا جاهل، هي متى تكون جاهل؟ والقرآن يتلى وتسمع القرآن وتقرأ القرآن وأنت مسلم، لماذا؟